أستاذ محمد، يعني وزير الخارجية السوري وليد المعلم تساءل وقال ماذا تفعل تركيا على الأراضي السورية؟ مساء الخير. بالنسبة للدولة التركية، هي دخلت الأراضي السورية بموجب اتفاق أستانا الذي يعد النظام السوري أحد أطرافه، بالإضافة إلى الجانب الروسي والجانب الإيراني. فوزير الخارجية السوري يناقض نفسه، فالدولة السورية التي وافقت على انتشار نقاط المراقبة التركية إن كان في ريف حماة أو ريف إدلب أو في ريف محافظة حلب، كان هناك اعتداءات من جانب الميليشيات الإيرانية ومن جانب النظام السوري على نقطة مراقبة التركية في شير مغار، فكان هناك رد شديد من جانب التركي وقصف عدة نقاط عسكرية للنظام السوري والميليشيات المساندة له. فهذه التصريح يعتبر تصريح سياسي ويريد تخفيض يعني الحدة العسكرية. إذن يعني وليد المعلم يقول أنه لا يريد مواجهة مسلحة مع تركيا وفي ذات الوقت يصف تركيا بالاحتلال، يعني كيف تفسر هذه التصريحات؟ بالنسبة للدخول التركي في الأراضي السورية، نحن أيضا نشاهد الجانب الإيراني والجانب الروسي والجانب الأمريكي والجانب البريطاني، فلا يوجد دولة أصلا في سوريا، هناك دولة يعني منهارة عسكريا واقتصاديا وماليا. النظام السوري لا يستطيع الآن مواجهة الدولة التركية، الدولة التركية هي عضو في حلف الناتو وثاني أكبر جيش في حلف الناتو، تمتلك طيران حديث جدا وجيش غير منهك كجيش النظام السوري، فالمعركة خاسرة إن دخلها النظام مع قوات الدولة التركية. لكن هناك جماعات مسلحة، هناك أكثر من 10,000 مسلح، ربما تقول جهات يعني مناصرة للحكومة السورية بأن تركيا هي من تملك مفاتيح هذه الجماعات، وخصوصا أنها بدأت اليوم بعملية عسكرية عندما تعرضت مواقع لتركيا، تعرضت أمس لقصف. كل دولة لديها يعني الجماعات التي تسيطر عليها أو التي تمولها أو التي هي تكون رأس حرب لحماية مصالحها، كالدولة التركية يعني الفصائل العسكرية الموجودة في إدلب وفي درع الفرات هي تحت الأمرة التركية، وأيضا هناك الميليشيات الكردية هي تحت الأمرة الأمريكية، فالدول تبحث عن مصالحها. فعند تعرض النقاط التركية أو المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية، فأيضا الدولة التركية تأمر هذه الفصائل يعني بالهجوم العسكري على النقاط التابعة للنظام السوري أو الروسي أو الإيراني. الأستاذ محمد حجاز الباحث المختص بالشأن السوري وعضو المركز الدولي للدراسات، كنت معنا عبر خدمة سكايب من أنقرة، شكرا جزيلا.